السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مدينة البتراء، وصباح الخير على الجميع يا رب. هذا الفندق اللي أنا سكنت فيه، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. هذه بداية دخول البتراء، المواقع الأثرية العالمية. هذه الخزنة الأولى إخواني، الخزنة الثانية تبعد ساعة ونص مشي. وإقامة كانت ممتعة، والشباب هني السكيورتيين والحرس كلهم ممتازين والحمد لله. الحين على العقبة، يلا يلا طالعين من فندق البتراء، يلا شباب ما قصرتوا على اليوتيوب، حياكم الله. هذيل هم السواح هني منتشرين بكثرة، وخلفي بالضبط الموقع الأثري العالمي. ويلا نتوكل على الله، وإن الله يحب المتوكلين، إلى العقبة إن شاء الله. حاليا نحن في الصعود، لأن منطقة البتراء وايد منخفضة، فصعب الصراحة واحد يجيب دراجة وما عنده كنترول أو ما يعرف يتصرف بالسواقة، ما أنصح. وصلنا العقبة، هذه منطقة العقبة. هذا سرايا المنارة، وهذا هو انتركونتيننتال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على الجميع يا رب. الله يرزقني ويرزقكم دائما وابدا الصحة والعافية والسعادة والابتسامة الدائمة يا رب العالمين. حاليا طالع من الفندق ورايح اغسل الدراجة اذا بحصل لي محطة غسيل، وبعبي بطني شوية خفيف وباخذ لي لفة لان اشوف ان شوارع العقبة او مدينة العقبة وما شاء الله يعني مرتبة، اروح اشوف شوارعها ومخارجها ومراكزها جولة سريعة. هذه المدرسة اللي عيسار اسمها مدرسة راهبات الوردية الثانوية. شو المقصد من الاسم ما اعرف، مدرسة راهبات الوردية. هذا جناح للمعاقين. انا لاحظت ان هذه المنطقة اغلبيتها يعني مدارس وصالات. وصلنا محطة الاسم مش كامل ما تشوفون، محطة الحديثة. المهم محطة بنزين فيها الدراجة وبنغسل الدراجة وبنتلفت شوية في شوارع العقبة. لان اوفر يعني الدراجة خلاص مو بقادرة تتحمل الوساخة. في حياتي ما خليتها شي وسخة. طيب غسلنا الدراجة ونتوكل الحين الى شارع حمامات التونسية او الحمامات التونسية، وبعدها شارع بيتزا، وفي منطقة بعد سجلت اسمها لانه كان صعب وما قصروا الشباب. السلام عليكم. اوكي هذا شارع الحمامات التونسية. ايوه محل رضوان موبايل، حلو. ندور بس باركنج ممتاز ونروح المحل. ولا هذي لها وايدين هني محطة الهواتف و... يلا انت مهني. نعم انه الساحل الجنوبي، هذا هو الساحل الجنوبي، البحر على يميني. طبعا الاجواء تكون في النهار احلى بكثير عن هذا الوقت. شوفوا مثل ما هو واضح في الخريطة، البحر على اليمين واليبال، هذه الجبال كلها على اليسار. ما في شيء لكن أنا حبيت أمر دائما، أنا المنطقة اللي فيها واللي ما فيها أحب أخلص عليه المدينة اللي أسكن فيها. وعلى فكرة أنا مددت، المفروض أطلع على السعودية اليوم الفجر، ولكن بحكم اني وصلت هذه المدينة قلت لا بمدد، بطلع يوم الثلاثاء ان شاء الله الفجر الى المملكة العربية السعودية، ومن بعدها بطلع على دولة الامارات العربية المتحدة اللي هي دولتي الحبيبة. هذا الميناء، ميناء العقبة. او طبعا عندهم اكثر عن ميناء هني، ما اعرف كيف الحسبة يعني، هل هي بوابات ام اكثر عن مين الله العالم. انا حاليا خلف شارع حمامات التونسية، ولاحظ ان كثير مطاعم هني عندكم، هذه المطاعم مقاهي، مطاعم، محلات تسكريم يعني. نصحوني في مطعم شاورما، حاولت اني اسأل اكثر عن شخص، قالوا لي عليك بشاورما تتبيلة، هذا اللي في خاطري الحين، هاي كلها مطاعم فنشوف تتبيلة. بسم الله
وبعد ما اخذنا الجولة ورحنا وتعشينا ولفينا في ضواحي مدينة العقبة جيت الفندق بحط راسي بجهز اغراضي بحط راسي برقد وان شاء الله بكرة الصبح طالع على المملكة. هذا البرك هذا البرك هذا البرك مفروض اني اوقف تحت بس اعطوني هالبرك. يلا الحمد لله. صباح الخير على الجميع واخر يوم في هذا الفندق.